مرت على العراق. صحيح. والحل هو القضاء على السلاح المنفلت. من يستطيع أن يقضي على السلاح المنفلت؟ القائد العام للقوات المسلحة. هاي الأجوبة الروتينية يعني ما مليتوا منها؟ حلفك بالله هاي أجوبة روتينية أستاذ كارو. دائما هاي السؤال يطرح وإجابته تكون روتينية. رد فد إجابة تشفي غليل المواطن. ماشي أسألتك إجابة. أنت تقدر تطلع السلاح المنفلت تقضي عليه أنت ياسر الله ويدك. شلون؟ يلا هذا جواب مو روتيني. شلون أنا أقضي عليه؟ أنا إيش عندي؟ يلا ايش عندي انا؟ السلطه التشريعيه مو واجبها هذا. السلطه التشريعيه انا واجبي تشريع ورقابه. اليوم واجب الحكومه والقائد العام موضوع ضبط السلاح وضبط العصابات هذه، مو شغلتي هذه. انا اليوم اراقب القائد العام. تعال باشر نجيبه نستجوبه. تعال شنو سويت انت على السلاح المنفلت؟ هذه وين 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 اجراءاتك الحكوميه؟ استطاعتكم ان تستجوبون القائد العام؟ كل شخص خاضع لاستجواب في مجلس النواب. كل شخص اكو استجواب قادم بالايام القادمه في الحكومه من رئيس الوزراء الى اي وزير. استجواب للسيد القائد العام اكو بالايام القادمه من الممكن ان يحدث؟ معلوماتي ما عندي.